فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: أرضعت أمي رحمها الله أرضعت بنت خالتي، لكنها لا تعلم كم رضعة قد أرضعتها، وقد أرضعتها لمدة 3 أيام، فهل تعتبر ابنة خالتي محرما لي؟ ما يعلم عدد الرضعات، ما يعلم عدد الرضعات، فمن باب الاحتياط ما تعتبر محرما لها احتياطا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.